بطرس الثانيين. ولكن كمان في الشعب انبياء كذابين زي ما هيكون فيهم كمان معلمين كذابين اللي هيحشروا بضع ضياع، وعشان هم بينكروا رب اللي اشتراهم بيكذبوا على نفسهم ضياع سريع، وحيحشي ناس كتير ولا ضياع بتاعتهم اللي بسببهم يكذب على طريق الحق، وهم في الطمع يتجروا بيهم كلام الثلاثة اللي الحكم بتاعهم من زمان ما يتأخرش والضياع بتاعهم ما ينعس. لأن لو كان الله محنش على ملايكة غلطه لكن في سلاسل الظلمة رماهم في جهنم وسلمهم محروسين للحكم، ومحنش على العالم القديم لكن حافظ على نوح كامل بيبشر بالصلاح لما جال الطوفان على عالم الفجرين، ولما خلى مدن سدوم وعمورة رماد حكم عليهم يتقلبوا فحط عبرة للي راح يحوروا، وأنقذ لوط الصالح مغلوب من سيرة الوحشين في الدعارة عشان الصالح كان بالبص والسمع وهو ساكن بينهم بيعذب يوم ورا يوم نفسه الصالحة بالأعمال الخطية. يعرف الرب انه ينقذ اللي بيخافوه من التجربة ويحتفظ بالخطى ليوم المحاكمة متعاقبين، وخصوصا اللي بيروح ورا الجسم في شهوة النجاسة ويستهينوا بالسيادة متجرئين معجبين بنفسهم ما يتعبوش انهم يفكروا على اصحاب الامجاد، في حين ان الملائكة وهم اعظم قوة وقدرة ما بيقدموش عليهم عند الرب حكم افتراء. اما دول فزي حيوانات ما بتنطقش طبيعية مولودة عشان الصيد والضياع بيفتروا على اللي ما يعرفوهوش فحيطيهم بوزنهم، وهم بياخدوا اجرة الخطية اللي بيحسبوا تنعم يوم لذة أدناس وعيوب بيتنعموا في غرورهم وهم بيعملوا ولايم معاكو ليهم عينين مليانة زنا ما ببطلش خطية، وهم بيخدعوا النفوس اللي مثبتة عندهم قلب متدرب للطمع ولاد اللعنة سابوا طريق دوري فتاهو وهم ماشيين في طريق بالعالم ابن باور اللي حفوا أجرة الخطية، ولكنه خد توبيخ المخالفة بتاعته عشان حمار ما بينطقش منع حماقة النبي وهو بينطق بصوت إنسان. دول هم أبار من غير مية غيوم بجرها النوى اللي تحفظ لهم سواد الظلمة من غير نهاية، لأنهم لما بينطقوا بكلام عظيم فاضي بيخدعوا بشهوات الجسم في الدعارة اللي هرب شوية من اللي بيمشوا في التوهان، وهم بيوعدوهم بالحرية وهم نفسهم عبيد البوظان، لأن اللي اتغلب منه حد يبقى هو ليه مستعبد كمان، لأن لو كانوا بعد ما هربوا من نجاسات العالم من خلال معرفة الرب والمنقذ يسوع المسيح يرتبكوا تاني فيها فيتغلبوا يبقى بقيتهم الأواخر أشقر من البدايات، لأنه كان خليهم لو ما لقوش طريق الصلاح من أنهم بعد ما عرفوا يرجعوا لورا عن الوصية المقدسة اللي متسلمة ليهم صابهم اللي في المثل الصادق كلب رجع للاستنطقه وخنزيرة مغسولة لمرمغة الوحي.